تحسين الوضعية الاجتماعية والمادية لمستخدمي الطرق السيارة بالمغرب محور اتفاقية تم التوقيع عليها اليوم بالرباط. ميثاق اجتماعي للطرق السيارة بالمغرب يحفظ الحقوق الاجتماعية والمادية للعاملات والعاملين بالشركة من جهة ويحدد التزاماتهم نحوها من جهة أخرى. إمد أمسمير وعبد العليات. الميثاق الاجتماعي الذي تم توقيعه اليوم بالرباط يروم ضمان حقوق المستخدمين بالشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الاستقرار وتحسين وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية، مما سينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة بالطرق السيارة الوطنية. وصلنا لواحد الميثاق اجتماعي، ما هو بتصريح عادي وما هو بكونفونسيون اتفاقية جماعية. وصلنا لواحد الميثاق اجتماعي لتراعي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ديال العاملات والعاملين في طرق السيار بالمغرب، واللي تيبين التزامات سواء ديال الشغيلة أو ديال الشركة الوطنية لطرق السيار، والتزامات كذلك كل المرافق ديال الدول المتدخلة في هذا الباب في أفق نوصلوا لواحد الاتفاقية جماعية بحول الله. كنتمنوا بأنه هذا الاتفاق هذا غادي ينهي النزاع بصفة نهائية فيما يخص استغلال طرق السيار بالمغرب، ونتمنوا أنه يبني واحد اللبنة جديدة لمستقبل طرق السيار بالمغرب اللي الهدف منها هو الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وبناء مستقبل جديد لطرق السيارة المغرب، بما يأخذ بعين الاعتبار متطلبات وحقوق الشغيلة وكذا المصالح العليا للشركة الوطنية. تهدف هذه الاتفاقية أن الشركة الوطنية من خلال تعاقداتها أن تضمن الاستقرار لهؤلاء المستخدمين وتحسن الوضعية المالية والاجتماعية، قصد تحسين جودة الخدمات بالنسبة للزبون الذي يبقى هو الأساس بالنسبة للشركة الوطنية، وهي أولوية قصوى بالنسبة للشركة الوطنية من خلال تحسين يعني السلامة وتحسين راحة المستخدمين. وتشمل هذه الاتفاقية تقريبا 1064 مستخدم. الميثاق الاجتماعي الموقع اليوم من قبل جميع الفرقاء من شأنه رفع جودة الخدمات بالطرق السيارة الوطنية مع تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمستخدمين خلال تعاقدات الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، حيث يشمل هذا الميثاق 1064 مستخدماً.